التوجهات التي يقوم بها بنك إنجلترا لنوعا ما تخفيف الفوضى التي شهدناها في الأسواق؟ برأيك لأي مدى ربما هذه الإجراءات التي نشهدها مع توجهات الحكومة الجديدة بالتخفيضات الضريبية لدعم النمو سوف يكون هناك لها أثر إيجابي سواء على العملة المحلية وكذلك على تحركات السوق؟ صباح الخير رندا، صباح الخير سالي. طبعا شهدنا أمس حركة قوية جدا وإيجابية للجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع بنسبة 1.45%، متخليا بذلك عن أدنى مستوياته حتى الآن عند $0.03 تقريبا. هلأ طبعا جاءت هاي الأرقام بناء على خبر صدر يوم الجمعة من الحكومة البريطانية الجديدة، الذي أفادت بأنه ستقوم بتخفيف الضرائب على الأفراد والشركات، متخلية بذلك عن أجندة الحكومة البريطانية القديمة برئاسة بوريس جونسون، الذي كان مفادها أن ترفع الضرائب. كان وقع هذا الخبر على الأسواق سلبي، وأيضا وخصوصا على الجنيه الإسترليني. يعني ممكن نحلل وجهة نظر الأسواق كالآتي: في حالة تخفيف الضرائب على الأفراد والشركات، ممكن هذا الإشي يوفر سيولة أكبر بين يدي الأفراد، وبالتالي استهلاك أكثر، وبالتالي ارتفاع في الأسعار. وهذا الإشي بالتأكيد اللي ما بدها يتحقق البنك المركزي في إنجلترا. وأيضا بناء عليه لا تزال حركة الجنيه الإسترليني ضمن اتجاه هابط، وبناء عليه قرر البنك المركزي في إنجلترا أمس أن يقوم بإصدار سندات خزينة لأجل 20 سنة تقريبا. من الجدير بالذكر أن هذا المزاد بدأ أمس وسوف يستمر حتى 14 أكتوبر. نعم، بالنسبة أيضا فيما يتعلق بالدولار وحالة القوة التي يشهدها الدولار مؤخرا والمستويات اللي وصلها عند أعلى مستوياته في 20 عام، برأيك هذه القوة التي يكتسح فيها الدولار مقابل سلة من العملات، إلى أي مدى لربما ستستمر هذه القوة للدولار على الرغم من تحذير بعض البنوك الاستثمارية بأن قوة الدولار لربما تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأمريكي في فترات لاحقة؟ صحيح، يعني مثلا أمس قدم الدولار الأمريكي أداء سلبيا بعد سلسلة من الأداء الإيجابي بنسبة 1.25% تقريبا، بسبب قرار بنك إنجلترا المركزي بإصدار سندات خزينة لأجل 20 سنة. ولكن لا يزال الدولار الأمريكي ضمن منطقة القوة وضمن أعلى مستوياته منذ 20 سنة، مدعوما بقرارات الفيدرالي الأمريكي الذي بدوره قام برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي 75 نقطة أساس، وأيضا أشار إلى أنه سوف يقوم ما عليه القيام به لاسترجاع مستويات التضخم إلى 2%، وأيضا سوف يراقب البيانات الاقتصادية. وحديثا عن البيانات الاقتصادية، تنتظر الأسواق يوم الجمعة خبر أو مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرال الأمريكي البي سي إي، ومن هناك ممكن أن نشهد تحركات في الأسواق بناء على الأرقام التي سوف تصدر يوم الجمعة. وأيضا يجب ذكر السندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات، يعني وصلت لأعلى مستوياتها منذ 2011 عند مستوى 4%، ولكن تراجعت أمس بسبب قرار البنك المركزي، وبسبب تعتبر السندات الخزينة الأمريكية من الأصول الأكثر أمانا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. طيب، يعني ليلى مثل ما أشرتي، ربما الآن نتحدث عن الدولار الذي كان أحد أبرز الملاذات الآمنة، برأيك في ظل التقلبات التي نشهدها عليه، توجهات الذهب يعني الذي كان أحد أبرز الملاذات الآمنة، ولكن مؤخرا شهدنا تخارج كبير عليه من قبل المستثمرين. صحيح صحيح، يعني الاتجاه العام للذهب هو اتجاه هبوطي جدا، يعني حاليا يتحرك ضمن دون مستويات ال 1660، ولكن شهدنا كذلك ارتفاع ولو كان طفيفا على اثر قرار بنك انجلترا المركزي امس. ولكن كما اشرت لحضرتكم انه الاتجاه العام للدولار، عفوا للذهب، هو اتجاه هابط ما لم تثبت الاسواق عكس ذلك، وفي حال استمراره في هذا الاتجاه الهبوطي من المتوقع او من الممكن ان يستهدف مستويات ال 1600. نشكرك ليلى عيد، وانت محللة الاسواق في مجموعة ايكويتي، كنت مباشرة معنا من عمان.